السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو خبزة السلق، ولكن هاد المرة داخل اون باغيت. انا كيما راكم تشوفوا هنا عندي باغيت صغيرة، بصح نتوما تقدروا تستعملوا اون باغيت كبيرة. المهم فهاد الكيفية نسحقوا اون باغيت، نسحقوا السلق، نسحقوا بصل، ماشي نص حبة ولكن نصف نصف حبة، يعني هذه نص حبة راح نزيد نقطعها على اثنين. نسحقوا حبة ثوم تكون كبيرة هكذايا ولا صغار، تستعملوا اثنين على حسب الذوق. نسحقوا مايونيز، نسحقوا كريم تشيز ولا اللي هو الفرماج، ولا ما عندكمش كريم تشيز تقدروا تعوضوه بلافاش كيري، تستعملوا حبتين على حسب الباكيت الحجم تاع الباكيت تاعكم. ولا كانت الباكيت كبيره تقدروا تستعملوا حتى ثلاث حبات، ولا كانت صغيره تستعملوا حبتين. نسحقوا الكرافس، ونسحقوا الملح والفلفل الكحل. راح نستعمل فقط النصف تاع هاد الساشي هذا، راح نغسله ونغليه داخل الماء وشويه ملح. راح نستعمل فقط هكذا السلق، راحش نستعمل بزاف كيما قلت لكم، نستعمل نصف الساشي. انتما ولا عندكم ربطه تقدروا تستعملوا ربطه حتى النص ربطه تاع السلق. هنا كيما راكم تشوفوا راني نغلي في السلق ديالي، راح نزيد له شويه ملح ونحط نخليه هنا باش يغلي. جوست بين فوا يغلي راه رايح، تعرفوا السلق كيفاش يرجع كيغلي، يعني يولي يذبل كامل. بيان سور راني غسلته قبل ما حطيته باش يغلي. نروحو نجوزو باش نوريكم كيفاش نعملو لافارس. اذا انا راح نستعمل فقط غصن واحد، راح نقشرو شرفيه، نغسلو ونقطعو، ونقطع في هذاك الكرافس راح نقطعو قطع صغيره جدا. اذا هنا راح نزيد نقطع هذه البصله، هذه راح نستعمل فقط نصف بصله، نستعمل فقط هذا، وهذا راح نحطه هنا ما نستعملوش كيما راكم تشوفوا، يعني هذه نص نص بصله، يعني بصله قطعتها على اثنين ومن بعد زدت قطعتها على اثنين كيما راكم تشوفوا هنا. راني رجعت لكم، ولكن رجعت لكم بال هذا السلق هذا راني قطعته كامل، راح نحطه هنا لداخل لاني قطعت هذيك نصف نصف بصله رقيقه، حنحطها هنا كذلك. هذيك حبه ثوم، يعني فصه واحده من الثوم هي كبيره، راني قطعتها كذلك قطع رقيقه، نحطها هنا كذلك. هذاك السلق راه طاب كذلك، راح نضيفه هنا، يعني طاب برد. اذا هنا داخل الخليط هذا راح نضيف لهم كاس من المايونيز، انتم تقدروا تضيفوا نصف كاس، يعني ما حاش نعمروا بزاف. مانيش راح نعمروا بزاف لانه قلت لكم عندي اون باكيت صغيره. اذا هكذا كاس مايونيز، راح نضيف لهم القليل من كريم تشيز. نتوما تقدروا ولا استعملتوا اون بتيت باكيت هكا تستعملوا حبه حتى الحبتين هكذا. الان راح ندير شويه ملح وشويه فلفل كحل، فلفل كحل، من ثم نخلط مع بعض. الان راح نحطو بجهه شد لابتيت باكيت ديالي، راح نفتحها، راح نفتحها جيدا هكذا. يعني غير فتحوها معليش، حنا الخبزه ما فيهاش بزاف فتات، يعني نحو الفتات هذاك باش نعمرو هادي. نضيف لها القليل من الفرماج، نتوما هادي الفرماج كيما تحبوا، تحبوا زيدوا لها فرماج، تحبوا ما زيدوا لها فرماج، لانه هي فيها فرماج هذاك كريم تشيز. تحبوا زيدوا لها فرماج غابي من فوق تزيدوا لها، ما تحبوش ما زيدوا لهاش، نغلقوها. هاد المرحله هذه رانا رايحين نقطعوا حبه ثوم كبيره
قطع صغيرة جدا، نزيدو لها ملعقتين زبدة، نحطهم هنا، نحطهم داخل الميكرووند نسخنوهم شوية، ولا تحطوهم فوق النار تسخنوهم شوية داخل الكسرونة. من بعد راح نطليو بها هاد الخبزة هذه. اذا انا هنا راح نقطع هاد الثوم. اذا هنا كما راكم تشوفوا تخلطت هذيك الثوم مع هذاك مع ديك الزبدة. الان راني نخلط فيهم هكا يعني باش يتمشوا. المهم ديروا بابي الومنيوم، نحطوا هذيك الخبزه هنا، ندهنوها بهذاك الثوم، بهذيك الثوم والزبده، ندهنوها من الفوق هكذا. بيان سور راني شعل الفرن ديالي على درجه حراره 250، نغطيها. الان راح نحطها داخل الفرن على درجه حراره 250، يعني حتى كي نشوف لمده 20 دقيقه هكاك، حتى كي نشوفوها طابت طاب كامل هذاك الفرماج داب وطابت كامل، من بعد نحيها. اذا هنا راهي كي راكم تشوفوني نحيتها من الفرن. الان راح نفتحها باش نوريها لكم هكذا، يعني طابت رائعه. راح نخليها تبرد شويه، من بعد كي تبرد شويه راح نقطعها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه، ولا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي وديروا جيم لهذا الفيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.